الرحيم. هناك من يقول: هل هناك فرق بين الكتاب والقرآن؟ هناك الفاتحة اسمها فاتحة الكتاب وليست فاتحة القرآن، وأول سورة من سورة البقرة ألف لام ميم الآية رقم واحد، الآية رقم اثنين: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ونسير في سورة البقرة: وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، إلى قوله تعالى في الآية 185 سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فقال: الكتاب هدى للمتقين والقرآن هدى للناس. المتقين ناس وليس كل الناس متقين. فإذا كتبت كتابا وقلت هذا الكتاب يخص كل أهل ألمانيا وسميته حسن، ثم كتبت كتاب قلت هذا يخص أهل برلين وسميته سعيد، فهذا بالضرورة أن محتويات كتاب سعيد أهل برلين لأنه من أهل ألمانيا يجب أن يكون كتاب أهل ألمانيا مضافا إليه شيء يخص أهل برلين، يخص أهل برلين مضاف إليه. لذا قال: القرآن هدى للناس والكتاب هدى للمتقين. إذن الكتاب يجب أن يضم القرآن لأن المتقين ناس وليس كل الناس متقين، فئة خاصة يجب أن يضم القرآن فيه، ويجب أن يكون مضافا إليه شيء آخر بالإضافة للقرآن حتى يصبحوا متقين. لذا أعطانا التفصيل بهذه الآية من تفصيل الكتاب، قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أي أن الإيمان بالغيب هو القرآن، وأضافة له إقامة الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أي أن إقامة الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هي من الكتاب وليست من القرآن. القرآن شيء آخر تماما، القرآن هو الغيبيات، القرآن هو الغيبيات، والغيبيات هي النبوة. ولهذا سمي محمد بن عبد الله نبي ولم يسمى رسول، وقال القرآن هدى للناس لأن مثلا في القرآن الغيبيات كل نفس ذائقة الموت، فإنسان دري علم أم لم يعلم، رضي أم لم يرضى، الموت سيلحق به. لذا القرآن قال هدى للناس، يجب أن الناس كلها تعلم. لذا القرآن مجموعة غيبيات تتألف من فصلين تماما مختلفين، الأول غيبيات الطبيعة والثاني غيبيات التاريخ. لذا غيبيات الطبيعة وأحداث الطبيعة أي أن خلق السماوات والأرض والأنسنة وقيام الساعة واليوم الآخر والجنة والنار وخلق الإنسان، كل هذه عبارة عن قرآن. أحداث الطبيعة، أحداث الطبيعة، قوانين الطبيعة العامة، فلذا ساري على الناس قابل للتصديق أو التكذيب. ثم جاءت الأحداث الثانية، الأحداث الثانية أحداث التاريخ، لأن أحداث التاريخ تتأرشف، كل حدث يحصل يتم أرشفته. لذا نقول القرآن هي حدث طبيعي وحدث تاريخي كلاهما، لذا مع بعض سمي الحديث. القرآن قابل للتصديق والتكذيب والغير قابل للطاعة والمعصية، لذا قال ذري ومن يكذب بهذا الحديث. والحديث إما إنساني تاريخي هل أتاك حديث موسى، أو إما كوني هل أتاك حديث الغاشية. والقرآن بهذا ساحق ماحق، لا يمكن أن تخالفوا، يمكن أن تصدقوا أو تكذبوا. فإذا آمنت بالبعث أو لم تؤمن، إذا علمت أم لم تعلم ستبعث، وهناك حساب إن عرفت أو لم تعرف. ولكن في الصلاة عليك أن تعلم أنك يجب أن تقيم الصلاة وعليك أن توافق. لذا فالجزء الآخر هو جزء، هو الجزء الآخر هو الجزء الذي له علاقة بالإرادة الإنسان. لذا القرآن فرق بين الحق والباطل في الوجود الطبيعي والتاريخي، والرسالة فرقت بين الحلال والحرام والشعائر في السلوك الإنساني الطبيعي. أي أن واحدة فرقت في السلوك الإنساني بين افعل ولا تفعل،
وواحد فرقت بالسلوك الطبيعي يوجد أو لا يوجد. لذا نقول هذا ما أراد ما قاله المعتزلة أن القرآن مخلوق لأنه لم يستطيع أن يتصور عبس وتولى أنها منذ الأزل. لذا هم لم يفرقوا أن القرآن له جزءان، الجزء الأول جزء تاريخي جاء من الإمام المبين، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء حصيناه في إمام المبين، بينما الجزء الآخر جاء من قوانين الكون، جاءت من اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. مع بعض قرن الإمام المبين مع اللوح المحفوظ. لذا عندما عبس الرسول عليه الصلاة والسلام تأرشفت هذا، ثم جاءت وحيت إليه عبس وتولى، أي أن الإمام المبين يحمل صفة التراكم، كلما الأحداث الإنسانية تؤرشف في الإمام المبين ثم توحى. لذا فكل أحداث النبي عليه الصلاة والسلام وأحداث النبوة تأرشفت في الإمام المبين، والقصص القرآني جاء من الإمام المبين، والكونيات جاءت من اللوح المحفوظ. هذا والفعلان فعل قرنة. أما الحديث هو الحديث لأنه من أحداث كونية وتاريخية، أما الذكر فهو الصيغة الصوتية للتنزيل الحكيم كله، الصيغة الصوتية للتنزيل الحكيم كله. لذا أنا أتلو الذكر وهو الصيغة التي حفظها الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأن الذكر محفوظ. وماذا ما هو محفوظ؟ محفوظ الصيغة اللغوية المنطوقة للكتاب، هذه رب العالمين استكوها في بحيث وهي محفوظة إلى اليوم في السطور وفي الصدور، في السطور وفي الصدور محفوظة. هذا هو الحديث. أما الفرقان فهو الوصايا العشر التي جاء لموسى وعيسى ومحمد، وهو في سورة الأنعام 151-203، هو الفرقان. هذا الفرقان فصله عن الكتاب. وعندما نقول أن المسيحيين أهل الكتاب وكتابهم الإنجيل فهذا خطأ، وعندما نقول أن اليهود أهل الكتاب وكتابهم التوراة هذا خطأ، لقوله تعالى عن المسيح ويعلمه الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل، أي هناك أربعة عناصر منها الكتاب. إذن التوراة هو نبوة موسى، والإنجيل هو نبوة عيسى، والكتاب هو الشريعة، والحكمة هي الوصايا والأخلاقيات. هذه الأربعة موجودة بالكتاب المقدس، سموه الكتاب المقدس في هذه الأربعة مع بعض، في هذه الأربعة مع بعض سمي الكتاب المقدس. لذا فكتاب موسى هو الشريعة، هو الشريعة وليس النبوة. وعندما عطف الكتاب على الفرقان لأنهم كلاهما تعليمات، وعندما عطف النبوة على بعضها قال تعالى وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، لأن القرآن هو نبوة محمد، والإنجيل هو نبوة عيسى، والتوراة هو نبوة، فعطفوا على بعضهم البعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.